هنا بهذه الانطلاقات المتميزة في سباق هذا الصباح المميز مع الثنايا لبكار المهجنات الأصايل. سادس أشواطنا على أرضية هذا الميدان الذي نتابعه بالتحدي، نتابعه بالإثارة مشاهدينا الكرام. الخمسة كيلومترات هي الحاضرة هنا مع هذه النوعيات، نتابع ونسير مع سيتي ووك على الصدارة وعلى المقدمة. عمر بن محمد بن مصبح الكتبي هي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني فتنة أحمد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري من يأتينا على المركز الثاني، وعلى المركز الثاني هنا الصايلة لسعيد بن محمد بن سالم بن خليفة لقتبي من ينطلق هنا على المركز الثالث بهذه الانطلاقات والتحديات. المركز الرابع وصلت عون على المركز الرابع هنا بانطلاقة أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدم لنا عون بالأداء الجميل. وهناك الانطلاقات من محطة القادمة أو محطمة هنا القادمة، عبد الله بن حمد بن محمد بن مية العفاري يقدم لنا محطمة بهذا الانطلاق المميز الجميل. وهنا أرى حضور ووصول من قبل هنا الشايبة لمحمد بن عبيد بن ضبيعة لقتبي يقدم لنا الشايبة على سادس المراكز والمركز السابع. المركز السابع هنا القدوم من سياسة سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري مع سياسة، هذا الانطلاق والتحدي على سابع المراكز. المركز الثامن والقدوم على المركز الثامن من مهابة جعفر بن سهيل بن مرخان لقتبي يقدم لنا مهابة، هذا الانطلاق على ثامن مراكزنا. المركز التاسع الظبي محمد بن مطر بن حمد لقتبي، وعلى المركز العاشر والوصول هنا ايضا شعار قادم بهذه اللحظات الطليلية سلطان بن علي بن سلطان لقتبي هنا القادم بالهناوي بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هذه هي العشرة الأسماء خلف المراكز العشرة، أيضا أسامي قادمة هنا بالانطلاقات بالتحديات المتميزة مشاهدينا الكرام. لنا عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. سيتي ووك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. عمر بن محمد بن مصبح لقتبي هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة بهذا الأداء الجميل. هنا أيضا فتنة هنا وشعار المجوهرات ينطلق، فتنة أحمد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري من يأتينا على المركز الثاني بهذه الانطلاقة والتحدي. المركز الثالث القادمة على المركز الثالث محطمة عبد الله بن حمد بن محمد بن مية العفاري من يأتينا على المركز الثالث، والمركز الرابع حون على المركز الرابع أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة يقدم لنا عون على رابع المراكز. المركز الخامس هنا بهذه الانطلاقة الشايبة محمد بن عبيد بن ضبيعة لقتبي بانطلاقة الشايبة على المركز الخامس في هذه الخماسية الجميلة. سياسة تأتينا على سادس المراكز لسعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري من ينطلق مع سياسة على سادس المراكز بالتحديات هنا الجميلة والإثارة. أما سابع مراكزنا فمن القادم على المركز السابع هذا الانطلاق المميز هنا، وسابع التحديات وسابع الانطلاقات الصايلة لسعيد بن محمد بن سالم بن خليفة برويس لقتبي، وهنا الطليلية سلطان بن علي بن سلطان بن الهناوي لقتبي يقدم لنا الطليلية بهذا الانطلاق على المركز الثامن. المركز التاسع وصايف القادمة على المركز التاسع، ولكن هنا وزن الغبشي بن السهيل بن الغبشي الشريفي، وعاشرا الظبي محمد بن مطر بن حمد لقتبي من تنطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه التحديات، هذه الإثارة. هنا نعود مشاهدينا ومتابعينا
متابعينا الكروم إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سيتي هوك على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، وهذا الأداء الجميل. عمر بن محمد بن مصبح للكبي يقدمها هنا، هذه الانطلاقة على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني فتنة على المركز الثاني، فتنة هناك أيضا. ومجوهرات الكليلي بدأت تتسلل، أحمد بن سعيد بن محمد الكليلي العامري من ينطلق بهذه اللحظات على المركز الأول والصدارة. هنا أرى وصول من محطمة عبد الله بن حمد بن محمد بن مية العفاري وعون أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يأتينا رابعا مع الكيلومتر الأخير. وهنا سياسة أيضا تنضم هنا بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة، سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري هنا رباعية 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 رباعية. الله الله الله، سياسة تتسلل، سياسة تتسلل على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، من الرابع إلى المقدمة. الله، سياسة هنا، سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري من تنطلق على صدارة، محطمة على المركز الثاني، وبالهنوي قادم قادم هنا بهذه اللحظات، محطمة عبد الله بن حمد بن مية العفاري، وهنا الطليلية سلطان بن علي بن سلطون الاكتبي هنا القادم بهذا الأداء الجميل والتحديات الجميل. الله الله، يا سلام، ثلاثية مع سياسة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سياسة سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة هنا بهذا الانطلاق. المركز الثاني الطليلية سلطان بن علي بن سلطان اكتبي، وهنا القادمة صايف حمد بن عبد الله بخلفان الرفيسة، ولكن هنا سياسة، سياسة هي الأقرب للفوز. سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء المميز. سعيد بن سليم بن سالم بن الأسود المركز الثاني، وصايف حمد بن عبد الله بخلفان الرفيسة المركز الثالث، الطليلية لسلطان بن علي بن سلطان لاكتبي، والمركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام محطمة عبد الله بن حمد محمد بن مية وغزل سهيل بن غانم بن حميد النعيمي على المركز الخامس. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هنا إلى التوقيت الزمني، 7:54 جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام سياسة. تهانينا لسعيد بن سليم بن سالم بن الأسود العامري، سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء. المركز الثاني 7:54، 9 من الأجزاء من الثانية كان من نصيب وصايف حمد بن عبد الله بن خلفان بن علي الرفيسة، بينما المركز الثالث الطليلية هنا ب7:55 جزئين من الثانية. تهانينا للسلطان بن علي بن سلطان الهناوي الاكتبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.